طيب السلام عليكم. أهلا وسهلا بحضراتكم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الديفسيك أوبس. طيب مع حضراتكم احمد عبد الله. اهلا وسهلا بحضراتكم. انا دايما بحب لما اشتغل في السيشنز اشتغل في السيشن بعد البريك على طول، لان انا ببقى عارف ان السيشن ديت بيبقى كل الناس فيها على اعلى مستويات التركيز. مش عارف حضرتك تتفقوا معايا ولا تختلفوا، بس انا عندي بروف يعني انا جمعت شويه ستاتستكس كده ولقيت ان السيشن اللي بعد البريك ما بيجيش فيها اسئله خالص، فعرفت ان كل حاجه بتتفهم من اول مره. فقلت دي احسن سيشن يعني اقدر اشتغل فيها. طيب هنتكلم ان شاء الله عن الـ Adopting the DevSecOps في الـ Containerized Environment. يمكن التايتل يكون باين ان في حاجات مالهاش علاقه ببعض، بس الحقيقه اللي احنا هنحاول نعمله النهارده ان احنا نفهم الحاجات دي كل واحده لوحدها، ونشوف ازاي الحاجات دي بتنتجريت مع بعض عشان تطلع فعلا ريل فاليو فيما يسمى بالمودرن SDLC. طيب التوبك اللي احنا بنتكلم فيه النهارده دوت ايه علاقته باللي حصل لاوبر من يومين؟ طبعا كل الناس سمعت عن الحصر بريتش بتاعك. طيب ايه العلاقه بتاعت الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها ديت على الحصر اوبر؟ الحقيقه مش علاقه قوي، بس يعني دايما لما بيكون في حاجه كده يعني بومينج بنحاول ان احنا ندخل حاجتنا معاها. يعني زي ما حصل كده في كوفيد كده، كان في بعض المحلات بتاعت الكوتشيات كانت بتقول ان الكوتش بتاعنا لو بص بيه على الكورونا فيروس هتموته. يعني اي فيلم خالص. طيب مبدئيا انا اسمي احمد عبد الله، انا سينيور سكيورتي كونسلتنت، انا في واسب كير تشابتر بورد ممبر وسكيورتي ريسيرشر في ناين يونيفرستي. طيب هنبتدي نتكلم عن ايه النهارده ان شاء الله؟ التوبكس اللي هنغطيها هنتكلم عن المودرن اس دي ال سي، السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل. ازاي الناس النهارده بتحاول انها تابروتش النيو سوفت وير بروجكتس، والابروتش ده ايه البنفيتس اللي الناس عايزه توصل له، ولما بدأوا يمشوا في الباث ده ايه الثريتس اللي بدأت تظهر بسبب ان احنا مشينا في الباث ده. يعني دايما في فكره كده ومثال قديم كده عندنا في الكالتشر بتاعتنا، ان الواحد يعني ايه كل ما يعني ايه حرك ساكن تبلى بيه، صح؟ بس احنا يعني مش حاجه وحشه ان احنا نحرك ساكن، احنا طول الوقت هنفضل نحرك سواكن وطول الوقت هيظهر ثريتس نتيجه اللي احنا عملناه. طيب هنتكلم ايه هي المودرن اس دي ال سي؟ ايه البنفيتس بتاعتها؟ هنتكلم عن ظهور الديف اوبس عشان تخدم الفاليوز بتاعه المودرن اس دي ال سي، وهنتكلم عن بعض النيو تكنولوجيز اللي ظهرت زي الكونتينرايزيشن والاوركستريشن اللي بتخدم الديف اوبس اللي دورها بتخدم المودرن اس دي ال سي. فاحنا عندنا جول معين هنبتدي نركز عليه في الاول، ونشوف الهيراركي ازاي عشان نوصل للجول ده احتاجنا ان احنا نادوبت ديف اوبس، وعشان نادوبت الديف اوبس ليه احتاجنا كونتينرايزيشن والاوركستريشن، وهنشوف ايه الثريتس اللي بدات تظهر والنيو اتاك سيرفيس بسبب ان احنا بدانا نعمل ادوبتنج للتكنولوجيز اللي موجوده في الديف اوبس، وبالتالي هنحتاج ان احنا ابلاي انذر مور سكيور ابروتش وهو ديف سيك اوبس. خلال الادوبتنج بتاع الديف سيك اوبس هنتكلم عن بعض الكونسبتس زي الساست والباست، وبعدين هنشوف ديمو على سي اي سي دي بايب لاين بسيط، وهنشوف ازاي لو احنا عملنا امبلمنت او انتجريت لبعض التولز اللي موجوده مثلا في بعض البلاتفورم زي جيت لاب، هنشوف ازاي دي ممكن تدي لنا ايرلي ديتكشن لبعض الثريتس اللي ممكن تواجهنا واحنا شغالين انا وانتوا. طيب ايه هي المودرن اس دي ال سي؟ وليه محتاجينها؟ وليه عايزين نابلاي الكونسبتس بتاعت المودرن اس دي ال سي؟ نقدر نقول ان الشكل دوت بيمثل حاجه بتريفير لمودرن اس دي ال سي سايكل. ايه هي المودرن اس دي ال سي؟ ان احنا عايزين، خلينا نتخيل بعيدا عن الكي ووردز، خلينا نتخيل ان النهارده في سوفت وير ديفلوبر بيكتب كود. الكود اللي السوفت وير ديفلوبر كتبه النهارده ده هيطلع على البرودكشن بعد قد ايه؟ امتى هيكون فاليبل بالنسبه للاند كاستمر؟ بعد قد ايه تقريبا؟ افريج تايمز تقريبا 3 شهور؟ اوكي. في اي فاليو ثانيه او اي اكسبكتيشن ثاني؟ انا بكتب كود النهارده، الكود ده هيكون افيلبل على البرودكشن بعد قد ايه؟ 3 شهور ديت يعني نعم؟ كده كتير صح؟ اوكي ماشي. طيب
في اي اكسبكتيشن تاني؟ الكود اللي بيتكتب النهارده ممكن يبقى انتجريتد مع البرودكشن بعد قد ايه؟ كلام جميل. حلو جدا. خليه ده تمام. انا متفق تماما على النقطه دي. فبالتالي احنا عندنا مجموعه نيدز محتاجين نحققها الاول قبل ما نطلع برودكشن. صح؟ طيب اون افريج الموضوع ده بياخد ماتر اوف دايز ولا ويكس ولا مانثس؟ لو احنا بنحسبها كده افريج غالبا هتبقى ماتر اوف مانثس. صح؟ غالبا. وفي بعض الاحيان المده ممكن تطول عن كده كمان، لدرجه ان احنا نيجي في وقت من الاوقات ان اللي تكون الكود اللي اتكتب النهارده واحنا عايزينه يطلع على البرودكشن كمان 6 شهور، قد تكون الريكويرمنتس ريليتدلي اتغيرت فالكود بقى يوزلس وما يطلعش اصلا على البرودكشن. بتحصل ولا لا؟ بتحصل. واضح ان في بين بوينت من الموضوع. طيب ايه راي حضراتكم لو احنا عايزين نتجه الى ابروتش يخلي الكود اللي بيتكتب على الديفلوبمنت انفايرمنت النهارده يطلع على البرودكشن النهارده؟ وين فاصل؟ هنرجع تاني لنفس البوينت اللي باشمهندس ذكرها. احنا عندنا في النهايه مجموعه نيدز، صح؟ مجموعه ريكوايرمنتس. لو الريكوايرمنتس دي بقت ساتسفايد، واي نوت ان الكود اللي بيتكتب النهارده يطلع على البرودكشن النهارده؟ مش لازم يطلع على البرودكشن النهارده، يطلع على البرودكشن بكره او يطلع بعد بكره. الباتم لاين ان احنا كل ما هنقلل المده اللي الكود هياخدها من اول ما يطلع من الديفلوبمنت ماشين لحد ما يظهر على البرودكشن، كل ما نقلل المده دي احنا زودنا الفاليو ولا لا؟ وقللنا احتماليه الديفكتس او قللنا احتماليه ان الكود ده بعد شويه ما يبقاش يوسفول ولا لا؟ ده اللي حصل. فالكونسبت الكبير او نقول الحلم الكبير بتاع المودرن اس دي ال سي، هاو تو بيلد سوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل that enables the software engineering team اللي بيشتغل على بروجكت النهارده ويقدر يطلع على البرودكشن انفايرمنت، خلينا نقول مش لازم نقول يطلع النهارده لكن في اقل مده ممكنه. الديفلوبرز بيكتبوا كود بشكل كونتينوس، صح؟ فده نسميه ايه؟ كونتينوس ديفلوبمنت. صحيح؟ طيب الكود ده عايزين نعمله انتجريشن بينهم وبين بعض، كل الديفلوبرز اللي كتبوا الكود يقدروا ان هم يعملوا انتجريتنج للكود ده بينهم وبين بعض. فاحنا عايزين يبقى عندنا ما يسمى كونتينوس انتجريشن. طيب بعد ما عملوا الانتجريشن، الكود اللي حصل له انتجريشن ده مش عايزين نعمل عليه تيستنج؟ لازم يحصل عليه مالتيبل لايرز اوف تيستنج. طب بعد ما خلاص احنا عملنا عليه تيستنج وات سيمز ان هو وركينج اكوردنج للنيدز اللي احنا عايزينها، مش كفايه لازم كمان يكون تيستد اكوردنج للنيدز والريكوايرمنتس بتاعت البلانت. فبالتالي محتاجين نعمل له ديبلويمنت على سام ستيجنج او تيستنج انفايرمنت بحيث ان الكلاينت يقدر يبص عليه وبعد كده يجي له ابروفل. في النهايه المفروض نعمل له كونتينوس او نعمل له ديليفري للبرودكشن سيرفرز، فبالتالي محتاجين في النهايه يكون عندنا كونتينوس ديليفري. طيب خلينا نقول ان كل ستيج من دول ليها بعض المقومات وليها بعض الريكوايرمنتس اللي لازم تعديها. كلمه السر في المودرن اس دي ال سي هي الاوتوميشن. لو قدرت ان انا اعمل اوتوميشن لاي سايكل من دول يبقى انا قللت الوقت بتاعها، وبالتالي هو هيوصلني للحلم الكبير اللي انا عايز اوصل له، ان الحاجه اللي انا بكتبها النهارده تطلع على البرودكشن النهارده. صح ولا لا؟ كل ما هقدر ان انا اوتوميت زياده، كل ما هقدر ان انا اوصل للبرودكشن بشكل اسرع. فدي الفكره اللي اتبنى عليها الكونسبت بتاع المودرن اس دي ال سي، ان انا عايز الديفلوبرز وهم شغالين كل حد بيستارت او بيناد نيو فيتشر، الفيتشر دي هيحصل لها انتجريشن مع بقيه الفيتشرز على سم انتجريشن سيرفر. الكلام دوت يلانش بايب لاين اوف ستيجز. هنتكلم كمان شويه على شويه مسميات كده، بايب لاين، ستيج، جوب. اظن في يعني ناس كتير اوير بالترمينولوجي، صح؟ بايب لاين، ستيج، جوب. اوكي حلو. طب مين اول مره يسمع كلمه بايب لاين وستيج وجوب؟ ممكن شو هانس؟ خلاص هنتكلم عليهم. طيب فالفكره ان انا عايز اعمل عمليه اوتوميشن لكل هذه الريكوايرمنتس او كل الستيجز اللي هتيجي ليتر. هل ده ممكن ولا مش ممكن؟ ده اللي احنا بنحاول ان احنا نوصله. طيب لو احنا قدرنا ان احنا نعمل اوتوميشن 90% من السايكل، اتس جود. فبالتالي هقلل الوقت من مانثز الى دايز. طيب كلام جميل. ايه المشاكل اللي بتواجه الديفلوبرز وهم شغالين لما بيبتدوا يعملوا انتجريشن؟
الانتجريشن ونبتدي نعمل ديبلويمنت. احد اكبر المشاكل اللي بتواجهنا في الستيج دي هي فكره الفرق في الانفايرمنت ما بين اللي حاصل عند الديفلوبر والموجود على التستنج والستيجنج انفايرمنت. الرول الشهيره او يعني الكورس الشهيره بتاعت اتس وركينج اون ماي ماشين، يعني معروفه وبيتعمل عليها ميمز كتير قوي، حاجه شغاله على الماشين بتاعتي لكنها مش شغاله على الماشين بتاعت التستنج او البرودكشن او وات ايفر انفايرمنت. طب نحل الموضوع ده ازاي؟ زي ما اتحركوا في الاول احنا هنتكلم على حاجات تسيمز ان هي بعيده شويه عن بعض لكن هي استخدامها بيخدم على بعض عشان نوصل في النهايه لهذا الجول. طيب ايه راي حضراتكم ان احنا هنخلي الديفلوبر وهو شغال يشتغل كل شغل يبقى within box، ولما يجي يعمل شيبنج للكود بتاعه مش هيعمل شيبنج للكود بتاعه بس، هيعمل شيبنج للانفايرمنت كامله تبقى هي اللي موجوده على الستيجنج انفايرمنت، هي اللي موجوده على التستنج انفايرمنت، هي اللي موجوده على البرودكشن انفايرمنت. ده يحل مشكله التغير في الانفايرمنت ولا لا؟ هو مش بيشيب بارت اوف ذا كود، هو بيشيب الكومبليت انفايرمنت. البوكس اللي احنا هننقله من عند الديفلوبر ده نوديه على الليتر ستيجز بنسميه كونتينر بالظبط كده. فهنا بدات تظهر فكره ان انا مش عايز الديفلوبر يكتب كود وفي النهايه الكود دوت يطلع على البرودكشن او على التستنج انفايرمنت في شكل تكست فايلز، لان في الحاله دي هيبتدي يصطدم بفكره الديبندنسي. لما كان شغال على الديفلوبمنت انفايرمنت كان في بعض الديبندنسز، على الاذر سايد الديبندنسز مش موجوده فبالتالي الاوبريشن هتفشل. فانا عايزه يشتغل يعمل لي بوكس بيحتوي على الكود بتاعه بالكومبليت انفايرمنت بكل الديبندنسز، وقت الشيبنج يعمل شيبنج للكومبليت بوكس. البوكس ده اللي احنا بنسميه الكونتينر، واشهر التكنولوجيز الموجوده في الكونتينر النهارده اكيد حضراتكم يعني الاسم بتاعها مشهور قوي اللي هو الدوكر. ده يمكن اشهر الكونتينرز الموجوده حاليا. طيب بدل ما كان عندنا كونتينر او بدل ما كان عندنا بروجكت واحد، البروجكت ده بدا يتقسم عشان السهوله، بدانا نقسمه لمالتيبل فيزز او مالتيبل بورتس. كان عندنا في الاول ويب ابلكيشن، الويب ابلكيشن دي سنجل اب، لا احنا مش عايزينها كده، هنرجع تاني لنفس الكيس بتاع ايه؟ هنحرك الساكت فهنبدا. كان عندنا وان ابلكيشن موجوده في وان بوكس، لا احنا هنقسمها لباك اند وهنقسمها لفرونت اند. الباك اند هيبتدي يتقسم لجزء خاص بالاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن، وجزء تاني للاي بي ايز، وجزء تاني بيتعامل مع الداتا بيز. الداتا بيز نفسها في انذر كونتينر، والفرونت اند في انذر كونتينر. الفرونت اند بعد كده هيتقسم لمالتيبل كونتينرز. فبدل ما كان عندي وان سنجل اب حطيتها في بوكس وبدات انقل البوكس دوت وانا مبسوط، البوكس ده تحول الى 10 بوكسز. بقيت ابص على انفايرمنت كان فيها مثلا 3 او 4 ابلكيشن، اتحولت بعد الكونتينرايزيشن الى انفايرمنت تحتوي على 50 او 60 كونتينر. المانجمنت بتاعتهم بدات تحصل فيها شويه حسن، بدات تبقى اصعب شويه. فبالتالي هنحتاج نعمل ايه؟ نجيب تول تساعدنا عشان نمانج كل الكونتينرز اللي بتزيد دي. التول دي هي اسمها ايه بعد كده؟ كوبرنيتس، اللي هي بنريفير ليها از اوركستريشن تول. تول بتساعدنا عشان نمانج العدد المتزايد من هذه الكونتينرز. فبدا الموضوع في البدايه خالص ان احنا عايزين نوصل الى تقليل الوقت ما بين الديفلوبمنت اوبريشن لحد البرودكشن، فبدانا نفكر هاو تو اوتوميت، واحنا بالاوتوميت عايزين الموضوع يمشي بدون اي مانوال انترفنشن، فعايزين نقلل الاختلاف في الانفايرمنتس بينها وبين بعض. بدانا نحط الابلكيشنز بتاعتنا جوه كونتينرز، بدانا ننقل الكونتينرز ديت وتشتغل اون توب اوف اوركستريشن سوفت وير اللي هو زي كوبرنيتس. كل حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها دي بدا يظهر فيها نيو فولنربيلتيز ما كانتش موجوده في الابلكيشن الواحده. فالنهارده لو انا عندي ابلكيشن مكتوبه مثلا بي اتش بي والابلكيشن ديت موجوده على اباتشي والاباتشي نازل على بونتو، انا عندي ثلاثه ديفرنت لايرز اوف سوفت وير شود بي سكيورد. لازم ادور على الفولنربيلتيز اللي عندي في الابلكيشن، لازم اتاكد ان الاباتشي فيرجن باتشد وما فيهاش اي مشاكل، والاوبريتنج سيستم فيرجن كمان ما فيهاش مشاكل. طب دلوقتي الستاك كبر صح؟ ما بقاش الموضوع ان انا عندي الابلكيشن بتاعتي نازله على الويب سيرفر والويب سيرفر على الاوبريتنج سيستم. ده بقى فوق الاوبريتنج سيستم عندي اوركستريشن لاير، وفوق الاوركستريشن لاير عندي كونتينرز. الكونتينرز في حد ذاتها هي ايمجز جايه بري بيلد من انذر سوفت وير، وبعدين الكود بتاعي موجود جواها. فبدل ما انا كنت ببص على 2 او 3 لايرز، لا بقيت ببص على 4 او 5 لايرز. فبالتالي كل واحده منها بدأ
نيو اتاك سيرفيس، فالاتاك سيرفيس بدا يزيد. نيجي هنا عند هذه النقطه، هل نتوقع ان الفاليو اللي احنا عايزينه ان شاء الله في النهايه دازت وورث ان احنا نكمل، وبدل ما كنا بنسكيور حاجه واحده نسكيور مالتيبل ستيجز؟ دازت وورث؟ يس ات وورث. طيب المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان احنا واحنا بنبني الاستاك ده كله وبنحاول ان احنا نمانج النيو انفايرمنت، هتبتدي تظهر عندنا مشاكل او بعض الستيجز that is very hard to be automated. ايه اصعب مرحله ممكن يحصل لها اوتوميشن عند المراحل دي كلها؟ ايه اصعب حاجه؟ ايه اصعب حاجه دايما بتاخد وقت طويل؟ بعد الديفلوبمنت؟ التستنج كويس، كلام جميل. طيب النهارده ظهر عندنا الحمد لله بعض النيو تستنج فريم ورك، حاجه مثلا زي سيلينيوم، حاجه ويب سيلينيوم. اوكي في فريم ورك اسمه سيلينيوم، في انذر فريم ورك اسمه كيوكمبر، حاجه ويب كيوكمبر. توميتو مش عايز اسمها توميتو، اسمها كيوكمبر. في كيوكمبر مش توميتو. طيب هذه الفريم ووركس بدات تمكنني ان انا اعمل ايه؟ ان انا اسجل التستنج سيناريو. انا هدخل مثلا هفتح ابلكيشن واحاول ان انا اعمل ريجستر، انا هعمل كاني بعمل ريكورد للسكرين وبعدين اي كان ريبيت، فبالتالي اقدر ان انا اوتوميت الاكزيت. كانت يمكن من اكثر المشاكل او من اكثر الستيجز او الاكتيفيتيز اللي كان بيبقى صعب الاوتوميشن بتاعها هي السكيورتي. هي مرحله السكيورتي نفسها. طيب هل ينفع نطلع برودكشن واحنا ما عملناش سكيورتي بشكل كافي؟ ينفع؟ مش ينفع صح؟ فبالتالي وقفنا خلاص بقى عندنا بطل نيك. هل البطل نيك دي ليها حل؟ انا دلوقتي خلاص عملت ديفلوبر كاتب الكود، الكود دوت عدى على التستنج انفايرمنت، عندي اوتوميتد تيست سيناريوز، عملت لهم اكسكيوت من الاوتوميتد تيست سيناريو، رحت للجزء بتاع السكيورتي تيستنج ولقيت ان السكيورتي تيستنج بيحتوي على عدد من المراحل مش قادر ان انا اعمل لها اوتوميشن بشكل كافي. فخلاص انا وقفت، يبقى اللي انا عملته قبل كده الاوتوميشن اللي انا عملته قبل كده فادني ولا لا؟ ما فادنيش، ما في الاخر رجعت لنفس البطل. طيب الحل ايه؟ ممكن نفكر فيه. اعمل لها اوتوميشن، كلام جميل، حلو قوي. طيب وايه كمان؟ ان انا ابدا من الاول خالص. ايوه شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اي في تو رولز كده مشهورين قوي، ان انا اول ما انزل اعمل ايه؟ اشفت ليفت. صح؟ واول ما تقفش ايه؟ اشفت ديليت. صح؟ عارفين التو رولز دول؟ اول ما احس ان انا ظهر عندي بطل نيك بعمل ايه؟ اعمل شيفت ليفت. يعني ايه شيفت ليفت؟ يعني حاجه كنت بعملها في نهايه السايكل احاول ان انا اخليها بدري شويه، اشوف ايه اللي منها ممكن يتعمل بدري شويه فاخلصه فيقلل اللود اللي انا هعمله في البيت. ومن هنا بدا يظهر الكونسيبت بتاع الدير سيك اوبس. ان انا مش هعمل ديف اوبس في الاول وهطلع البرودكشن بتاعي او هطلع الانفايرمنت بتاعتي قابله انها تطلع البرودكشن، وبعدين اروح موقف البايب لاين واقول انا هستنى ان انا هعمل كل السكيورتي اكتيفيتيز. طب ما السكيورتي اكتيفيتيز اللي بتتعمل في الاخر دي كان بي سبليتد لمجموعه مراحل ينفع بعضها يتعمل في الاول، فبالتالي لو ظهر في مشكله اقدر ان انا احلها. فالحاجه اللي احنا هنشوفها دلوقتي هما حاجتين هنعملهم في السكيورتي: how to automate، ازاي اقدر ان انا اعمل اوتوميشن للتاسكس بتاع السكيورتي، والحاجه الثانيه ازاي اعمل بريك داون للسكيورتي اكتيفيتيز واخلي بعض هذه السكيورتي اكتيفيتيز افيلبل ان هي تستارت معايا. فدول الحاجتين اللي احنا هنعملهم. طيب خلينا كده بشكل سريع نرقب، يعني انا حاولت احكي القصه بتاع كل حاجه هنبتدي نشتغل عليها. المودرن اس دي سي بدا عشان نوصل الى وان سنجل جول، وهو ايه السنجل جول اللي احنا عايزين نوصله؟ الاوتوميشن. تمام، ان انا كويس، كلام جميل، ان انا اقلل الوقت اللي هياخده من بين ما الكود اتكتب لحد ما طلع البرودكشن، ان انا اوصل للكونتينوس ديليفري، ان انا لما تجيلي نيو ريكوايرمنت النهارده اقدر within hours او within days يكون الكود دوت اتكتب وجاهز ان هو يبقى موجود على البرودكشن. ليه محتاجين نعمل ده اصلا؟ بسبب الماركت. صح؟ الماركت بقى فيري دايناميك، وبقت في حاجات كتيره قوي محتاجين ان احنا نعمل لها تيستنج بشكل سريع، فبالتالي وي كانوت افورد اني مور ان احنا نشتغل على حاجه معينه جوه اللاب لمده
3 4 شهور وبعدين نبتدي نعملها لها ورشه في الماركت زي كده اللي حصل مع امازون موبايل. هركوا في موبايل فون بتاع امازون فما حدش يعرف لان هو توز نيفر لانشنج. ما حصلوش لانشنج. ليه ما حصلوش لانشنج؟ لان ده كان بروجكت تم العمل عليه لمده طويله جدا فوقت اللانشنج بتاعه كانت الماركت ريكويرمنتس اتغيرت فاصلا بقى الموديل نفسه اوبسوليت. فبالتالي احنا مش عايزين نتحط في الموقف ده. الماركت بيتغير بسرعه جدا فاحنا عايزين نلحق الماركت بشكل سريع. جينا نبص على السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل لانها بتحتوي على مراحل كتيره بتحتاج الى مانوال انترفنشن. هنحل الموضوع ده ازاي؟ هنحاول ناخد كل تاسك منهم ونحاول ان احنا نعملها اوتوميشن. الابروتش ده بيمشي بشكل اجايل لما بنيجي نطبقه في الانفايرمنتس بتاعتنا اون ذا جراوند بنمشيه بشكل اجايل. يعني ايه؟ انا مش هاجي اقول ان انا من داي 1 اي هاف تو اوتوميت 100% من البروسيس. مش هيحصل. بس ممكن اعمل ايه؟ اجي على جزء كان بياخد مني وقت طويل اعمل لي بوتل نيك اعمل له اوتوميشن وبقيه الحاجات ابتدي اعملها مانوال انترفنشن لحد ما اقدر ان انا اوتوميت كل حاجه. طيب اكروس السايكل بتاعت الاوتوميشن بدانا نصطدم ببعض المشاكل زي مشاكل اختلاف الانفايرمنتس فقلنا ان احنا نبتدي نحلها استخدام كونتينرايزيشن. الكونتينرز عددها زاد فاحتاجنا ان احنا نستخدم اوركستريشن. كل لاير من دول بزودها على الجانب الاخر بتزود عندي نيو سكيورتي ثريت فبالتالي بتكبر عندي الاتاك سيرفيس وبتحط عليا شويه نيو ريكويرمنتس اي هاف تو فولفيل لما اجي للجزء بتاع السكيورتي تاسك. بعد ما خلصنا هذه السايكل لقينا ان احنا بنخلص كل التاسكس المطلوبه مننا وبعدين في النهايه بنبتدي نفكر في السكيورتي which is too late. هنعمل ايه؟ We are going to do two approaches. هنحاول نوتوميت التاسكس ديت ونحاول ان احنا نعمل لها shift left. هنعمل لها spreading over the cycle ومن هنا جه الكونسبت بتاع ال DevSecOps ان انا هخلي السكيورتي موجوده على السايكل من البدايه. شكل السايكل بتاعت ال DevOps شكلها عامل ازاي وال DevSecOps شكلها عامل ازاي ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله during the upcoming slides. طيب ده كده الشكل اللي احنا قلنا عليه بتاع CI/CD. المقصود بكلمه continuous integration هي ان انا بشكل مستمر مش هخلي الديفلوبرز هو يشتغل في سايلوس مش كل حد هيشتغل لوحده وبعدين احاول اعمل انتجريشن مره واحده لا انا هحاول اجمع الشغل بتاعهم on daily basis على بعض التولز واشهر هذه التولز الموجوده هي التول جيت. طيب وده يمكن كونتينوس انتجريشن من الحاجات اللي هي تقريبا النهارده مفيش سوفت وير ديفلوبمنت كمباني مش شغاله فيها. يعني الكونتينوس انتجريشن اتس اوريدي خلاص ده نقدر نشيله من على التشيك ليست بتاعتنا. معظم السوفت وير ديفلوبمنت كمبانيز النهارده شغاله بجد. هما بقى شغالين بيه صح او شغالين بيه غلط دي انذر ستوري. يعني انا شفت برضه ان في بعض الناس بيحصل عندهم كونفليكت فبيبقوا ماسحين الريبوزيتوري ومقلين الكود بفلاش وعاملين كريت نيو ريبوزيتوري. بس في جيت يعني السوفت وير موجود يعني كويس فدي برضه جود ستارت حاجه مبشره يعني. طيب ال CDD هي continuous delivery ولا continuous deployment؟ احنا قلنا ان ال DevOps مبني على CI/CD. CI هي continuous integration. CDD هي continuous deployment ولا continuous delivery؟ الاثنين مع بعض؟ الاثنين صح؟ اه صحيح. طب ايه الفرق بقى بين ال delivery وال deployment؟ ال deployment على ال production وال delivery اوكي يعني مين فيهم في الاخر ديبلويمنت ولا دليفري؟ ديبلويمنت؟ الدليفري؟ ماشي. الدليفري في الاخر؟ اوكي. هو طيب انا هسال سؤال عشان برضه الحته دي بتلخبط انا كنت بتلخبط فيها زمان فانا حطيت لها رقم كده عشان ما اتلخبطش انا كويس؟ هو انا في الاخر لو انا عايز اطلب حاجه انا هاكل حاجه بطلب ايه؟ ديبلويمنت ولا بطلب دليفري؟ دليفري صح؟ فانا اللي بيوصل لها في الاخر هو ايه؟ That was delivered. لكن الديبلويمنت مش لو انا بعمل ديبلويمنت على ستيجنج او تيستنج سيرفر اتس ديبلويمنت صح؟ لكنه ليس ديليفري صحيح؟ فبالتالي كل ديليفري هو ديبلويمنت وليس كل ديبلويمنت ديليفري مش عارف كده تعمل ايه ينفع احط كده تعمل ولا لا بس يعني فكره واضحه. طيب فالكونتينوس ديليفري او كونتينوس ديبلويمنت هو ده اللي احنا نقصده دي في النهاية غالبا في البداية التطبيق بتاع الديف اوبس بنكتفي في الأول بالكونتينيوس ديبلويمنت وبنخلي الدليفري بيكون تريجرد باي مانيوال اكسبتس. لسه ما عملناش بقى لسه مش يعني مش تويتر يعني احنا
لسه ما وصلناش للليفل بتاع تويتر سوفت وير ديفلوبمنت هاوس. فبالتالي احنا اللي احنا هنعمله ان هنوصل الموضوع ان هي تو بي ديبلوي وبعدين مانوالي فيريفيكيشن وبعدين هنعمل ديفاين. كويس. طيب ليه السي دي ما حطناش معاه الاهتمام بتاع كونتينوس ديفلوبمنت؟ دي في الاول صح. كويس. وفي سبب تاني ان الديفلوبرز كده كده موجودين وبيعملوا كونتينوس ديفلوبمنت. يعني احنا ما عاملينهم يعملوا ديفلوبمنت, مش هنعمل لهم حاجه مخصوص عشان يعملوا كونتينوس ديفلوبمنت. هم كده كده يعني ايه مسخرين, احنا اشتريناهم فهم هيعملوا كونتينوس ديفلوبمنت, مش محتاجين نفكر فيها دي. طيب ايه علاقه السي اي سي دي بالديف اوبس؟ هل الاثنين حاجه نفس الحاجه ولا مختلفين عن بعض شويه؟ سي اي سي دي بالديف اوبس السي اي سي دي هو براكتس للديف اوبس. اوكي حلو. طيب كلام جميل. السي اي سي دي خلينا كده نفكر, السي اي سي دي بيبتدي بايه؟ بانتجريشن, وبعدين الحاجه اللي انا عملت لها انتجريشن دي هيحصل لها تستنج, وبعدين هيحصل لها ديبلويمنت, وقد يحدث لها ديليفري, فبالتالي تبقى موجود على البرودكشن. اكروس السايكل دي هل الاوبريشنز بدأوا ولا لسه؟ اللي بيعملوا الاوبريشنز دي بدأوا ولا لسه؟ بالظبط كده. ولذلك اختصارا او بشكل يعني ايه بسيط ولكنه يعني ايه مخل لحاجه بسيطه, يعني نقدر نقول ان السي اي سي دي اكوردنج للديف اوبس هو بيمثل الديف السايكل اللي بتبتدي من اول الريكوايرمنت ديفلوبمنت وبتعدي مجموعه ستيجز لحد ما اوصل الى البرودكشن. لما بوصل للبرودكشن بتبتدي السايكل او بتبتدي مسؤوليه الاوبريشنز دي بتبتدي تظهر ان هو يعمل ايه؟ بتبتدي مونيتور.
نعم. لا لا. لا لا. طيب. كان تيشيرت انا قابلت حاجه شركه مصريه بتذكر اسمها حاجه كبيره جدا في المجال الحكومي كانت التوكر جستر بتاعها لوكال عندها ورافع الايمج مسمعه بره عادي اللي انت تقدر تاكسسها والداونلود بابليك سكوت وكانت الموضوع كارثي يعني بابليك محطوطه بابليك عندي هم يعني حققين الشروط كويس بس اتفضل خد الكود جاهز برضه مش هنبخل عليك بحاجه زي ما بنعود حضراتكم دايما على وجود مشاكل في الديمو بس مشاكل بدات بدري بقى اصلا من دلوقتي يعني مش مشاكل في الديمو نفسه بس السكرين نفسها مش شغال ان شاء الله طيب هحاول انزوم ان شويه طيب انا هعمل سمبل بروجكت نود جي اس اب وديورنج النود جي اس اب هشتغل الاول بالديفولت بايب لاين وبعدين هنشوف حاجه بسيطه كده هنعملها بحيث ان احنا نشوف الفلنربيلتيز اللي ممكن تبقى موجوده في الابلكيشن ديت من الاول زي ما قلت لكم ان احنا في البدايه حتى لو انا لسه ما عملتش اي حاجه بيكون في بعض الفلنربيلتيز هنشوف ازاي نقدر نوصل لها وبعدين الاول هنعملها بشكل مانيوال وبعدين هنشوف ازاي هنقدر نعملها بالساست فيتشر اللي موجوده في الجيت لاب فانا هختار ان انا هعمل كرييت لبروجكت فروم تمبلت هختار نود جي اس ابلكيشن هنا في عندنا بعض الاوبشنز الخاصه بالاوتو ديف اوبس لو انا عملت انيبل الاوتو ديف اوبس هو هيعمل حاجتين هيشوف التكنولوجي اللي مبني بيها البروجكت ده وهيعمل كرييت لبايب لاين متوافق مع هذه التكنولوجي يعني لو انا بعمل مثلا اي او اس ابلكيشن اندرويد ابلكيشن نود جي اس ابلكيشن بيزد على التكنولوجي اللي انا هعملها هيمانج او هيخلي هيكونفيجر الستيجز لهذه السايكل لكن طبعا دي حاجه مريحه جدا واحنا ما بنحبش نريح نفسنا احنا عايزين نشوف اصعب حاجه ممكنه عشان نعملها فاحنا هنسيت اب السي اي سي دي بشكل مانيوال
طيب هنا في السيت اب بتاع السي اي سي دي هيبتدي هو يجنريت ليا سامبل كده بيقول لي ان انت عندك مجموعه ستيجز. زي ما قلنا السي اي سي دي بيحتوي على ستيجز وكل ستيج بتحتوي على جوب او اكتر والجوب بتحتوي على سكريبت. طيب ده اللي احنا هنشوفه هنا. فانا هنا مثلا عندي 3 ستيجز بيلد وتست وديبلوي وعندي مالتيبل جوبز. فباجي اقول ان اول جوب ديت تبع البيلد ستيج، الثانيه دي تبع التست ستيج، والثالثه تبع التست ستيج، والرابعه تبع الديبلويمنت. فبالتالي عندي 3 ستيجز واربعه جوبز اقدر اعملهم فيجوالايز من هنا. فهيقول لي ده شكل البايب لاين بتاعك. طيب البايب لاينز ان جنرال وي كان كونفيجر، اقدر اخلي البايب لاينز دي ديبندنج على بعض، اقدر اخليها تران ان بارالل، اقدر اخلي ان في بايب لاين لو حصل فيه او ستيج او جوب معينه لو حصل فيها فيلير يعمل فيلنج للبايب لاين كاملا او يكمل، اقدر اعمل كل هذه الستيجز. طيب هرجع على الشكل ده هعمل له سيف من غير ما اعدل فيه اي حاجه. لو بصينا هنا على السكريبتس هنلاقي السكريبتس ديت مكتوبه بشكل احترافي جدا، يعني بتعمل حاجات مهمه قوي انها بتعمل ايكو بيبرنت بس ما بيعملش حاجه خالص، فهو لا بيبلد ولا بيتست ولا اي حاجه، بس يعني اتس جود يعني ايه بروف اوف كونسبت وحاجه الواحد يبقى ضامن انها بتشتغل في لايف ديمو يعني غالبا ليكم ان شاء الله غالبا هتشتغل يعني. طيب بمجرد ما انا عملت سيف هلاقي ان عارفين المثل بتاع اللي هو قليل الحظ يلاقي اللوكال هوست انريتشبل، عارفين المثل ده؟ قصدي حصلت معايا مره في ديمو، تخيل بتبنج اللوكال هوست وما ما بيردش عليك. طيب بمجرد ما انا عملت سيف لاي تشينج حصلت على اي فايل هلاقي هنا في السي اي سي دي لو دخلت على البايب لاينز هيقول لك ان احنا عملنا تريجر لوان بايب لاين. البايب لاين ليه حصل له تريجر؟ لان هو كان بيماتش الكريتيريا بتاعت التشينج اللي هي تغيير اي فايل، وقلنا ان احنا نقدر نغيرها بشكل تاني. خلينا نتفرج على البايب لاين شكله عامل ازاي. هلاقي البايب لاين بيقول لي ان احنا بنعمل 3 ستيجز، ده الاوتبوت بتاع اول ستيج، تاني ستيج وهكذا. لو دخلت على اي جوب من الجوبس اللي جوه الستيج ديت هلاقيه بيقول لي ايه اللي حصل وذن هذه الجوب. هلاقي في البدايه ان هو بيعمل تهيئه لايزوليتد انفايرمنت يعمل فيها اكسكيوت للسكريبت اللي احنا كتبناه. طيب ما دام قلنا ايزوليتد انفايرمنت غالبا الايزوليتد انفايرمنت دي هتبقى عباره عن ايه؟ كونتينر صح؟ فهو هيشغل كونتينر يران جواه السكريبت اللي احنا عملناه. فبدا يقول لي ان احنا عملنا الايكو او البرنت بتاع الايكو ظهر هنا وقال لي نو ايشوز فاوند. احنا عارفين طبعا لان احنا طابعين بايدينا ان نو ايشوز فاوند، فبالتالي مش محتاجين نقول اكتر من كده. طيب الحاجه اللي انا عايز اعملها دلوقتي البروجكت دوت هو نود بروجكت، فبالتالي انا عايز اعمل فيه عمليه يعني ريليتد للبيلد شويه. فانا هدخل على الكونفيجريشن بتاعت السي اي سي دي على هذا البايب لاين، هدخل على الايديتور وهغير حاجه في الايديتور ده. هاجي مثلا في عمليه البيلد جوب هقول ان السكريبت ده انا عايزه يعمل لي npm install، عايزه يبني البروجكت بجد كويس. طيب عشان يبني البروجكت مش احنا قلنا دلوقتي ان المفروض البيلد جوب ديت هترن جوه كونتينر؟ طب هل الكونتينر ده في النهايه كانه فيرتشوال ماشين، هل جواه اصلا التولز بتاعت النود ولا مش شرط؟ مش شرط، مش شرط. وبالتالي لو انا عملت كوميت للتشينج ده هيعمل تريجر لانذر بايب لاين، هيدخل يحاول يران الجوب ديت فهيطلع عنده ايرور، هيقول لي ان انا مش لاقي الان بي ام ديت. خلينا نشوف الايرور ده ونرجع نعدله. ده البايب لاين اللي حصل له تريجرنج. لو دخلت على اول جوب هلاقي الجوب ديت حصل فيها فيلير، هلاقي المشكله اللي ظهرت ان هو بيقول لي ان الان بي ام كوماند دوت نوت فاوند. طيب دي السكند ستيج من الكونفيجريشن بتاعه البايب لاين، ان انا اقدر اختار نوع الايمجز اللي انا هستخدمها. فبالتالي اقدر اجي هنا اقول له عمليه البيلد جوب ديت ما تستخدمش الديفولت كونتينر، استخدم نود ايمج. فهاجي هنا ازود ايمج نود كويس. ما اخرك انا صح؟ نعم؟ ايمج نود ديت معناها ان انا هستخدم الايمج ديت عشان اران السكريبت ده، فبالتالي انا هستخدم الايمج اللي فيها التولز بتاعت النود، فبالتالي اقدر اكمل عليه. طب ده هيفيدنا في ايه ليتر اون؟ في مثلا بعض الكيسز لما بحب ان انا اعمل داست ممكن اعمل داست باستخدام زاب بروكسي اللي هو زي البيرب سويت.
الزاب بروكسي ليه بعض المودز ان انا اقدر اشغله as daemon من غير ما يكون ليه جي واي انترفيس، فبالتالي اقدر استخدمه عشان اعمل كومبليت اوتوميتد تيست. ففي الحاله دي هستخدم الايمج لما اجي اعمل ران للكود بتاع الداست، هستخدم الايمج as الايمج بتاعه الواسب زابيل. طيب عملنا التست دوت، اشتغل البايب لاين والامور كملت. ده البايب لاين بتاعنا. هلاقيه بدا يعمل بيلد، وظهرت عندنا هنا وهو بيعمل بيلد معلومه قد تكون مفيده لينا شويه من وجهه نظر السكيورتي. قال لي ايه؟ وقت البيلد قدر ان هو يلاقي 10 فولنربيلتيز. احنا لحقنا؟ جو منين ال 10 فولنربيلتيز؟ من الباكجز اللي جايه في الديبندنسز. طيب هل اقدر اخد دي من بشكل اوتوميتد بقى بطريقه ما، اقدر اخد المعلومه ديت واحتفظ بيها، اعملها جنريت از ريبورت، ابعتها على ايميل، اقدر اعمل حاجه زي كده؟ اقدر اعمل ده. بعمل ده ازاي؟ بعمل ده عن طريق حاجه موجوده في البايب لاين اسمها ارتيفاكت. فاي كان جنريت ان ارتيفاكت، ببساطه اقدر اقول له طلع لي الاوت ده، وفي النهايه هقول له انا عايز هنا اطلع ارتيفاكت للفايل اللي اسمه out.txt. يعني ايه؟ يعني ده هيبقى فايل اقدر اعمل له داونلود واقدر اخده بره الستيج بعد ما الرننج بتاعها يخلص، فاقدر اعمل له داونلود واقدر اشوف الاوتبوت بتاعه. طيب الشكل اللي انا بشوفه دوت اتس فيري مانوال واي فور ديتكتنج الفولنربيلتيز الموجوده في الباكجز. طيب هل ده شكل افكتيف؟ لا مش شكل افكتيف. هنشوف ازاي نقدر نعمله بشكل افضل شويه. ده شكل البايب لاين. لو بصيت على هذه الجوب هلاقي ايه؟ لسه شغاله. في النهايه بعد ما تخلص هيظهر عندي هنا ارتيفاكت تكست فايل، هقدر ان انا اعمله داونلود، هلاقي فيه عدد الباكجز اللي فيها فولنربيلتيز. طيب ده كده انا اقدر اعمل ده بنفس الانالوجي او بنفس الفكر، اقدر ان انا ازود بعض التولز. اقدر ازود بعض التولز اللي تقدر تعمل لي سكيورتي سكان، تقدر تعمل لي تشيك للديبندنسز، تقدر تعمل لي تشيك لو في هارد كودد باسوردز، اقدر اعمل لها كولينج بنفس الطريقه، لان في النهايه زي ما شفنا ان الجوب ديت ما هي الا سكريبت اقدر ازود فيها الحاجه اللي انا عايزها واقدر اخد منها الاوتبوت اللي انا عايزه. طيب لو عايزين نخلي الموضوع يتم بشكل يعني الطف شويه، خلينا نشوف البايب لاينز اللي خلص. لو جينا بصينا هنا هلاقي ان انا عندي هنا ارتيفاكت اقدر ان انا اعمله داونلود. الارتيفاكت دوت لو انا خدته هلاقي جواه الاوت فايل اللي بيقول لي ان انت عندك هذا العدد من الفولنربيلتيز. زي ما خدت الفايل دوت وعملت له داونلود نقدر نتخيل، لان في النهايه ده سكريبت، فبالتالي سهل جدا ان انا ابعته على ايميل، سهل جدا ان انا اعمل عليه تريجر، اقدر اعمل عليه اوبشنز كتير. طيب هنخلي الموضوع ده ازاي يتم بشكل اوتوميتد اكتر. في عندنا بعض التولز اللي موجوده الحقيقه في جيت لاب جوه السكيورتي بنسميها تمبلتس. خلينا نشوف اول تمبلت هنتعامل معاها من هنا. هدخل على الاديتور هلاقيه بيقول لي ان انا عامل لك ريدي تو يوز تمبلتس. التمبلتس دي عباره عن ايه؟ ريدي سي اي سي دي بايب لاينز، بتحتوي على ستيجز وبتحتوي على جوبز. لو بصيت هنا هلاقي مثلا في عندي فولدر كامل اسمه سكيورتي، جوه السكيورتي عندي مالتيبل كونفيجريشن، بري سيت كونفيجريشن. الكونفيجريشن اللي احنا هنحتاجها مثلا من هنا هي الديبندنسي سكان. خلينا نشوف الديبندنسي سكاننج دي شكلها عامل ازاي. بيقول لي والله لو انت عايز تنيبل ستيج خاصه بالديبندنسي سكاننج جوه البروجكت بتاعك، والديبندنسي سكاننج ستيج دي هتتشيك على التكنولوجي وهترن الاسوشيتد سكانر، زود عندك فقط هذا اللاين جوه البايب لاين بتاعك. يعني تعالى على البايب لاين بتاعك هنا في الاول وقول ان انا دي الستيجز اللي موجوده عندي. احنا هنا عندنا كام ستيج؟ ثلاثه صح؟ وفور جوبز. هزود بس اللاين ده
كده انا عملت انكلود لكمبليت تمبلت وهعمل كوميت للتشينجز. لو رحت على الفيجوالايز شكلها اتغير ولا لا؟ صح. الجوبس دي كلها ما كانتش موجوده. دي جت منين؟ جت من تمبلت. طب الحاجات دي عباره عن ايه؟ جوبس. الجوبس دي بتحتوي على اوتوميتد سكريبتس هترن الانالايزر امونج التول بتاعتي او امونج البروجكت بتاعي. فبالتالي هنا ظهر عندنا بايبلاين اكبر شويه بيحتوي على عدد اكتر من التاسكس، بعضها بتحتوي على السكيورتي تاسكس. طيب ده هيرن. بعد ما يخلص رننج هلاقي الاوتبوت بتاعي فين؟ لو جيت بصيت هنا على الجزء الخاص بالسكيورتي هلاقي عندي سكيورتي او فولنربيليتي ريبورت. الفولنربيليتي ريبورت دوت هيظهر عندي هنا في البدايه بالشكل هوريه لكم. يعني انا عارف ان انتم ممكن تكونوا مصدقيني ان انا بقول ان هو هيظهر هنا، بس انا هوريه لكم. هيظهر عندي نفس الشكل اللي بيظهر في الفولنربيليتي ريبورت، بيقول لي الكريتيكال والهاي واللو والميديوم وكل واحده من دول السبب بتاعها ايه وعلاجها ايه، واقدر ان انا سبميت فولنربيليتي او اقدر كمان ان انا اعمل اسوشيتد او اعمل كرييت لايشو يظهر في الايشوز بتاعه الديفلوبرز، فبالتالي يبتدوا يعملوا لها فيكسنج وان باي وان. طيب لحد ما البايب لاين ده يخلص خليني اعمل مشكله سكيورتي ثانيه ونعمل لها ديتكتنج بشكل ثاني. هدخل مثلا هنا على الراوتس، عندي هنا مثلا حاجه اسمها يوزرز، خلينا نعمل ايديت لهذا الفايل ونزود فيه جزء خاص بالسكيورتي. خليني مثلا اقول والله ان انا عندي هنا فاريبل باسورد ايكوال ادمن، ومش هدخل حد من غير ما يديني الباسورد دي. هتشيك على القيمة الموجودة في الكويري. هنعملها بشكل غلط قوي بقى. اللي احنا عملناه دوت ممكن يحصل له ديتكشن عن طريق ايه؟ ممكن يحصل له ديتكشن عن طريق SAST، صح؟ Static Code Analysis. اقدر اشوف ان انا عندي هنا مش مشكله واحده، عندي مجموعه مشاكل. طيب خلينا نعمل هنا كوميت. انا هقول ان انا هابديت users.js adding ان انا كده خليت الكود بقى سكيور اكتر. كويس؟ هو انا شايف او متوقع ده يعني. طيب خلينا نشوف البايب لاين اللي احنا عملناه من شويه ونشوفه قدر ينتج عنه ايه. البايب لاين ده خلص، خلينا ندخل على السكيورتي اوديت. طيب السكيورتي ريبورت اللي انا كنت قلت لحضراتكم عليه من شويه بدا يظهر هنا عندي عدد من الفولنربيليتيز. طب المشاكل دي كلها ليها علاقه بالباسورد اللي انا لسه كاتبها؟ ملهاش علاقه بالباسورد اللي انا لسه كاتبها. ليه؟ لان انا لسه ما شغلتش التاسكس اللي هتعمل ديتكشن للايشوز دي. التاسكس اللي انا شغلتها بتعمل ديتكشن لايه؟ للديبندنسز. فبدات تقول لي والله ان انت عندك مشاكل في بعض الديبندنسز، وانا قدرت اشوف دوت من الباكج دوت جيسون فايل اللي هو بيحتوي على الفيرجنز اللي انا هعملها وكل حاجه بقى بيقول لك يعني ايه الهيستوري بتاعها والمفروض ايه اللي يحصل فيها. طيب الحل بتاع دوت ممكن اعمل ايه؟ ممكن اعمل اودت فيكس للمشاكل دي، لكن مش ده الحاجه اللي احنا عايزين نعملها دلوقتي. احنا عايزين نشوف المشكله الثانيه اللي احنا عملناها هاو تو ديسكفر. خلينا نرجع للبايب لاين الجديد اللي حصل له تريجر بعد ما عدلنا الفايل بتاع اليوزرز. خلينا نشوف هيحصل فيه اي تغيير او هيظهر بيزد عليه اي تشينجز ولا لا. زي ما حضراتكم شايفين الجوبس اللي موجوده مش بتعمل تشيك اصلا على الستاتيك كود اناليسيس. طيب عايزين نجيب ستاتيك كود اناليسيس، عايزين نزوده، هنعمل ايه؟
نفس الطريقه زي ما كان عندنا تمبلت بتعمل تشيك على الديبندنسز, في تمبلت ثانيه بتعمل تشيك على الستاتيك كود. لو رجعنا هنا على التمبلتس ودخلنا على السكيورتي هنلاقي في عندنا الساست جيت لاب, لو انا عايز ازودها هزودها بهذا الشكل. هرجع على البايبلاينز اديتور وهعمل انكلود لنيو تمبلت. هنا طبعا التمبلت بقت اري فنزودها دي. لحد دلوقتي انا لسه ما زودتش السكانر ده. لو رجعت على الجزء الخاص بالسيكيورتي وبصيت على الفلنربيليتي ريبورت هلاقي كل المشاكل اللي جايه من الديبندنسي, واقدر اعملها فلترنج من هنا. زي ما حضراتكم شايفين هنا عندنا التولز السبورتد, ايه الحاجات اللي ممكن ابتدي ابص عليها. فهنا لو قلت له هات لي المشاكل الناتجه عن الساست هيقول لي لا مفيش مشاكل ناتجه عن الساست, مش عشان مفيش مشاكل بس عشان لسه ما شغلتش التول. هرجع تاني وهعمل لها كومات. ايضا عندي نيو بايبلاين, وزي ما حضراتكم شايفين عندنا عدد كبير من التولز. اقدر ان انا انيبل اي بي اي فازنج, اقدر ان انا انيبل كونتينر سكاننج لان انا في النهايه ببني كونتينر, اقدر ان انا اعمل داست فبالتالي اعمل فازنج على الابلكيشن بعد ما تظهر. هنا هرجع له تاني لكل التولز وانا تشيك على البايبلاين نشوف استوى ولا لسه. طيب في حاجة كمان, احنا دلوقتي ضفنا another tool صح؟ فwe expect ان البايبلاين شكله يتغير صح؟ هيظهر فيه new jobs, ظهر فيه two more jobs Node.js scan والtool التانية بتاعت الsendgrip fast. التو تولز دول او التو جوبز دول ظهروا بسبب الساست تول اللي انا ضفتها. لو بصينا على الكود بتاع الساست هنلاقيه الحقيقه ما فيهوش التو جوبز دول بس, وفي جوبز كتير. بس ليه دول بس اللي ظهروا هنا؟ عشان دول الماتشنج التكنولوجي اللي انا شغال عليه. تمام؟ الاثنين دول هم اللي ماتشنج للجافا سكريبت والنود بلاتفورم. لو عايزين نبص بقى على الشكل الكامل بتاع البايب لاين, الشكل الحقيقي بتاعنا يعني, زي ما حضراتكم شايفين هنا عندي تو تمبلتس وبعدين الستيجز بتاعتي موجوده هنا. لو انا عايز اشوف الشكل الحقيقي بقى التمبلتس دي بعد ما اتشالت وتحط الكورسبوندنج او الاسوشيتد كود بتاعها, هلاقي ان ده الشكل الكامل بتاع البايب لاين اللي بيحصل له فعلا اكسكيوشن. هلاقي في عندي سكريبتس كتيره او ستيجز كتيره بدات تتضاف بسبب التولز اللي انا ضفتها. طيب خلينا نشوف البايب لاين. ستيج ديت لسه شغاله. نفس اللي احنا بنعمله على جيت لاب موجود كمان لالترناتيفز على جيت هاب بما يسمى جيت هاب اكشنز, ونقدر نعمله بشكل مانيوال كمان لو احنا بنعمل انتجريشن مع تولز زي جينكنز. فبالتالي الابروتش دوت ما بقاش صعب ان انا اعمل له implementation, لكن بقى في عدد اكبر من البوينتس تو بي كونسيدرد. لو رجعنا تاني على الجزء الخاص بالسكيورتي وبدانا نبص على الفولنربيليتي ريبورت, وي ار اكسبكتنج ان احنا هنشوف اذر ايشوز بدات تظهر هنا. ظهرت عندي نيو ايشو بيقول لي ان انت عندك هارد كود الباسورد ان بلين تكست موجوده في الفايل اسمه يوزرز دوت جي اس لاين رقم 3, دي الباسورد اللي احنا ضفناها من شويه. فقال لي دي another issue بقى موجود, وقدرت الستاتيك اناليسيس تول انها تبص عليه. اقدر ازود زي ما احنا عملنا كده جوه البايب لاين, اقدر اغيره بهذا الشكل ان انا اضيف التمبلتس 1 باي 1, او اقدر كمان لو انا بستخدم البيد فيرجن بتاعت جيت لاب اقدر ان انا اعمل سيت او كونفيجر لكل هذه البلجنز او كل التولز دي من جوه السكيورتي انترفيس. فهلاقي هنا ان هو شايف ان الساست انيبل
عشان انا ضفتها بايدي جوه الجيت لاب. الداست اتس نوت انيبلد، اقدر ان انا اعمله انيبل من هنا. الديبندنسي سكاننج برضو انا ضفتها از تمبلت، اقدر ان انا اعمل انيبل لبقيه التولز من هنا. فبالتالي مع كل عمليه تشيك ان لنيو كود هتظهر على البروجكت بتاعي، هلاقي ان التول نفسها او السي اي سي دي بايب لاين بيقدر ان هو يشغل لي التولز الكونفيجرد، ويقدر ان هو يطلع لي في النهايه vulnerability report بهذا الشكل، واقدر ان انا اعمل له tracking، وكل issue من دول اقدر ان انا اربطه بايشو جديد يظهر عند الديفلوبرز. فبالتالي اقدر اقفل السايكل ان انا بعمل scanning، والسكاننج دوت اقدر ان انا ازوده within the planning phase بتاعت الديفلوبرز، ويقدر هم يشتغلوا عليه، وكل التاسكس دي بتتعمل within the same platform. مش ببيع GitLab، لكن just an example، نفس الابروش دوت كان بي identified or can be applied على other tools. في اي اسئلة عند حضراتكم؟ حضراتكم لسه ليكم دقيقتين، نعم؟ الفيرجن دي paid version، دي paid version، الكوميونيتي اديشن بتسبورت ان انا I can build المانيوال tools، يعني لو انا عندي مثلا واسب ايمج اقدر ادخلها واشغلها as a script، يعني انا build my own images واقدر ان انا اشتغل عليها. لكن عشان اقدر اشوف الفلنربيليتي سكانرز او الريزلت موجوده في الفلنربيليتي او في السكيورتي بارت، المفروض ده يتوضع لنا البيت فيرجن يعني. تمام؟ اتفضل. لا، هي سنتس مختلفه، يعني ما اقدرش ان انا اقول ان البايب لاين هيبقى بروتوكول، هي نفس الفكره بس البايب لاين لا هيختلف بشكل كبير. تمام؟ في اي اسئله تاني؟ اي شيء حضراتكم حابين تسالوا فيه ليكم نص دقيقه. طيب، شكرا جزيلا لحضراتكم. دي بوينتس اللي احنا كنا حابين نتكلم فيها، سعيد بوجودي مع حضراتكم، واتمنى ما اكونش طولت، واتشرفت بحضراتكم جدا، وان شاء الله نحضر في الدرس اللي جاي. Thank you.
السيرفرز ديت عشان اضمن ان انا شغال مع سيرفرز
في نفس الوقت في برضو على الجيكتس اقدر اميز ما بين الايمجز مثلا، مش بس ان هي جايه من فيريفايد سورس، هل هي ببلشت ثرو فيريفايد كابتشر ولا لا. يعني النهارده مثلا دوكر هاب، دوكر هاب، دوكر هاب اتس تراستد، دوكر هاب عليه 99 مليون ايمج، فال 99 مليون ايمج دول في بعض مش تراستد. هل هيقدر يقول لي هل هي جايه، هل هي فيريفايد مفيش ايمج ولا لا؟ هل هي جايه من فيريفايد كابتشر؟ انا حاطط ايمج على دوكر هاب فيها مرتين. في عندك فلوس بين الديفلوبرز بين
بيخلص شغل بيجي الايمج يعملها خش على الريجستري. انت كل كلامك مع الكوبرنيتس عباره عن يامل فايلز. تكتب يامل فايل، يامل فايل ده تقول ان انا عايزك تعمل لي نيو ابلكيشن تحتوي على الايمج اسمها كذا الموضوع في الريجستري مع الايمج الفلانيه مع الايمج الفلانيه. هو بيدخل على الريجستري يعمل داونلود للانستجرام بتاعته. هو دخل ايمج جديده بتعمل ريفرش للبيتكوين بتعمل ايمج بالديفولفر. هو كل اللي بيعمل هذا بيستلم منه كود. لا هو المفروض ان انت في الاخر كديف اوبس هو بيرفع الكود بتاعه على الريجستري على جيت هاب. هو بيتلاقي انت بتظبط البايب لاين اللي في نهايه البايب لاين يبقى عندك ايمج موجود على الريجستري. البايب لاين انا جربتها كمان في لابس احيانا ضربت معايا ضرب البراند كود الثانيه ضرب. حتى البايب لاين كمان هو انا ما اخدتش كيف فيها قوي حتى اليامل اصلا مش فاهم هو 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 بيعمل ايه معايا. اليامل ما هو الا كونفيجن. اليامل انت بتوصل بالنسبه للكوبرنيتس انت بتوصل الابلكيشن بتاعك الموبايل ابلكيشن دي عباره عن فرونت اند من الايمج الفلانيه اكسبوز على الكوبرنيتس. التوكر هاب نفسه بيجيب منها وبيجيب موبايل بس بتعمل بيها روبوت. التوكر هاب ده ريجستر انت بتجيب التوكر هاب بس في الحاله بتاعتك انت عملت كاستم ايمج فاهم. اللوكال هاب بتاعك اللي هو اللوكال ريجستر معايا سواء مش فاهم بس الملفات النادره اللي كنت اتنقل جوه الايمج واتعمل لها رن للملفات اللي هي محتاجها وبعد كده اقطع تاني فتحطها على الريجستري كايمجز والكوبرنيتس يسحب الريجستري. الفكره الكوبا هو بيتسحب الريجستري على حط اسامي الايمجز تمام الكود نفسه بقى عشان يتسحب معايا احنا قلنا ان البايب لاين هياخد الكود يحط جوه الايمج. عاوز اشوف حاجه يعني كل الريفرنس ده بس صار ما فيش مشكله ابعت بس كده مسج خدت ابعت بس مسج وانا بعت السايت كامل. يعني اصلا الموضوع هيبقى كده ايه لو هو فين في الموضوع ده اي حاجه في كاش كويس هي كل على ده انا مش عارف
احمر كلام كده كلام واضح بجد شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الكليكر